هل أنت مع وقف إطلاق النار بين المعارضة وقوات النظام؟ تماماً لا، يعني مرفوض مرفوض مرفوض، لأنه نظام لا مبدأ ولا أخلاق ولا غيره، كل يوم قصف وبيعطي إنه خيول يوم ما في قصف وفي كذا وفي كذا وفي كذا، قصف على كل البلدان، أطفال أولاد نسوان، نظام ابن حرام. أكيد أنا ماني موافق، يعني كرامة لدماء الشهداء هي أخواتنا وأهلنا اللي راحوا ما راحوا ببلاش، في معتقلين عند النظام أمهاتنا وأهلينا، فإحنا أكيد أكيد ما لنا موافقين، إن شاء الله ماشيين على درب الشهداء، يعني إما شهادة أو نصر. أنا برأيي بالهدنة إنه الهدنة هي لصالح النظام ولصالح روسيا ولصالح إيران. الهدف الأول من الهدنة هو تثبيت الأراضي اللي أخذوها الفصائل الكردية الانفصالية، وتثبيت مواقع النظام اللي أخذها مؤخرا بالريف الجنوبي، وبعتقد هي ما بتفيد الثورة، لأن الثورة هي قوتها لما بتشتعل بجميع الأراضي السورية. وأنا مالي مع الهدان ومالي مع رأي ديمستورا أو رأي روسيا، هدول أعدائنا ونحن ما أكيد ما بنتمنى خير من أعدائنا. أنا ماني مع وقف إطلاق النار، لأنه وقف إطلاق النار عم بقولوا إنه راح نوقف إطلاق النار ونعمل هدنة، بس ما نضل نحارب داعش وجبهة النصرة، وهدول ما لهم أمان، لأنه يمكن يعتبروا مين ما كان جبهة نصرة ويعتبروا داعش، لأنه هلا عم يقتلوا الأطفال وين ما كان، بيضربوا على المدنيين وبيعتبروهم مقرات وجبهة نصرة وداعش وغيره. طبعا لا، أنا ضد وقف إطلاق النار. السبب؟ نحن نود أن نقاتل النظام حتى آخر نقطة دم عندنا، ولا نريد وقف إطلاق النار ولا وقف هذه الثورة. لا، ضد وقف إطلاق النار، ضد وقف إطلاق النار بين المعارضة والنظام. لما؟ لما نراه من اختراقات وتدمير، وأنا واحد من أبناء أباء الشهداء، دمروا بيتي وتركت وظيفتي وضد هذا العمل. نعم، نحن مع وقف إطلاق النار بين المعارضة وقوات النظام، ولكن ضمن الشروط الذي وضعت في المؤتمر في ميونخ، يعني مثل ما قال رياض حجاب، فك الحصار عن المناطق المحاصرة ووقف إطلاق النار وإخلاء سبيل المعتقلين. ولكن هذا النظام فاجر، ليس له ميثاق، حتى اللحظة البارحة ليلا كان يقصفنا ويضرب علينا بالمدفعية والرشاشات. أنا ما طبعا، بحيث أنه تضمن لنا حقنا كشعب، رجع لنا حق الشهداء، الدمار اللي راح، التهجير اللي صار، أنه يسقط الأسد، هاي الهدنة اللي بدي أنا. لن نرضى بحل السياسي، انه اخي شو بدنا نقول لمعتقلينا، شو بدنا نقول لشهدائنا؟ شهدائنا ضحت بحالها مشان البلد، مشان اعلاء كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. اخر شيء رح نعمل حل سياسي يلعبوا فينا مثل الشطرنج حجار؟ ما بس شو بدنا نقول لاهالينا، شو بدنا نقول لشهدائنا لمعتقلينا اللي قاعدين مفكرين في جهاد برا وفي جهاد؟ شو بدنا نقول لمعتقلينا اللي جوا؟ بس بدهم يطلعوا ويشوفوا البلد محرره وسواره ويجاهدوا معها، اخر شيء يطلعوا يلاقونا مهادنين واقفين مع النظام؟ لا، اكيد بدنا نضل حل سياسي. أكيد نحن يعني ما وقف إطلاق النار إذا التزم المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار من جهة الشيعة والإيرانية اللي عم يتدخلها بالأرض السورية. ما وقف إطلاق النار بس، ولكن شريطة بشار أسد يتنحى عن الحكم وإخراج المعتقلين من السجون. أعتقد راح يصير وقف إطلاق نار، فأنا غير موافق على وقف إطلاق النار، لأنه النظام ما فيه أمان لحتى يصير وقف إطلاق النار من قبل النظام. بقيموا بشار، نحن شو بدهم جاهزين؟ ما بقيموا بشار، ما لنا موافقين على شيء. نصرة داعش غير نصرة، بكرة بحجة النصرة وداعش بيقتلوا المدنيين وبيقتلوا الجيش الحر، بقى ما لنا موافقين على شيء حتى يقيموا بشار للأسف. رأيي بالهدنة هو أول شغلة إنه نحن ما اتفقنا مع حدا، الاتفاق كان روسي أمريكي. ثاني شيء، الهدنة هي عبارة عن فتنة بين الفصائل أو بين جبهة النصرة، أخواننا في جبهة النصرة وبين المدنيين، يعني ما راح توقف الهدنة، أكيد راح يكون في ضرب على حلب وريف حلب وريف إدلب ومدينة إدلب، راح يكون في ردة فعل من الشعب إنه نحن بنضرب كرمال جبهة النصرة، راح تصير فتنة في الداخل بين الشعب وبين جبهة النصرة. لا. طيب ما السبب؟ السبب إن النظام
لأن النظام غير يعني ما تقدر تأمن النظام، لأنه بشكل يومي القصف مستمر والطيران حتى الآن نسمع القذائف تسقط في المناطق المحررة. سمع الشعب شو بيقول الشعب نحن ما يعني نحن نتمنى أن نوقف عن إطلاق النار نحقن دماء المسلمين. أخي نحن كل العالم صار على يقين، صاروا على يقين إنه لا في هدنة ولا في هالأمر، هذا كله أمر سياسي على الأرض. أكيد لا النظام راح يلتزم ولا الروسي راح يلتزم ولا الفصائل الشيعية راح تلتزم، ودي حطوا كتير حجاج مشان يضربونا. يعني أكبر دليل إنه استثنوا داعش والنصرة، الله بكرة بقولونا كلاتنا نحن نصرة وضربونا.